إسلامي لاعب، فقد دفع لبس إحرام لبس إحرام العمرة إلى دخول أحد لاعبي نادي أم صلال القطري إلى الإسلام. شاهد اللاعب القطري الجنسية البرازيلية الأصل فابيو سيزر زملائه اللاعبين يتسلمون إحراما للعمرة وكتيبات دينية من قبل إدارة نادي الاتحاد السعودي خلال لقاء جرى بينهما قبل أيام، مما جعله يستفسر عن إمكانية ذهابه إلى مكة. وحين علم بعدم إمكانية الدخول إلا حين يصبح مسلما بدأ السؤال وتلقى الإجابة وكتب الله له الهداية. فنطق اللاعب فابيو سيزر بالشهادتين في اليوم التالي وتوجه لأداء العمرة مع زملائه اللاعبين وسط ترحيب ومباركة من الجميع. الأستاذ علي أمين وهو مدير الكرة بنادي أم صلال القطري من الدوحة معنا عبر الهاتف. الأستاذ علي مرحبا بك. مرحبا، الله يحييك، حياكم الله، بارك الله فيك. تلقيتم يعني الخسارة على المستوى الرياضي كانت كبيرة، ربما 7-0 من نادي الاتحاد السعودي، لكن الجميل حقيقة أنه أنت صرحت للإعلام أنكم تلقيتم ربما نتيجة أكبر وأهم من هذه الخسارة، وكانت على الأقل إعلان إسلام فابيو سيزر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. طبعا للأمانة احنا كنا لاعب ذو الأخلاق العالية، يعني من 3 سنوات ويانا في قطر، وكان كله طبعا علاقته بجميع اللاعبين، بجميع حتى الموظفين النادي من صغار موظفين والأكبر موظفين، كان ذو خلق، وكان يستشهد دائما بداية كل مباراة ان شاء الله راح نفوز اليوم، ان شاء الله راح ننتصر، ان شاء الله كذا، وكل ما تسلم عليه يعني يذكر دائما الحمد لله، وهو غير مسلم. كان يسألكم يا أستاذ علي مثلا عن الإسلام، حاب يتعرف، يشاهدكم نعم. أنتم تصلوا مثلا أو نعم، هو كان والله يستفسر في بعض المباريات، كنا نأدي الصلاة في غرفة الملابس مثل صلاة المغرب، بيكون وقت بسيط وعندك بين الشوطين فرضا 10 أو ربع ساعة، فكان هو يقعد على جنب ويشوف الأمور اللي قاعدة تصير. وأعتقد يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحرام ومسألة أن التضرع والخشوع، أنك يعني في الحرم بلبس بسيط رايح ملبي لله سبحانه وتعالى، أعتقد كان له الأثر الإيجابي الكبير، لأن احنا كنا أوريدي في جدة. أها، أنتوا كان عندكم مباراة هنا مع الظاهر مع نادي الاتحاد السعودي. نعم، كان عندنا مباراة ويا نادي الاتحاد. نعم. أعطيني الموقف، قرب لي الصورة بس حتى نفهم، يعني أنتوا جئتوا لمباراة رسمية وعدتم والحمد لله معكم أحد اللاعبين قد أسلم. نعم، احنا جينا بعد المباراة، طبعا كلنا ناويين من الدوحة أنه بعد المباراة إن شاء الله إذا انتهينا المباراة، ونشكر الاتحاد، نادي الاتحاد السعودي الصراحة، لأن احنا كرة القدم هي جزء بسيط من الحياة، والحياة كلها حتى في عملك حتى في أكلك وفي معاملتك تكون كلها متوجهة لله سبحانه وتعالى، إن ترضيه فيها رب، حتى كتعامل نتكلم إحنا إذا كان لاعب غير مسلم. جزاك الله خير، جميل. نادي الاتحاد السعودي طبعا من هذا المكان أنا أشكرهم على حسن استقبالهم، على توفير الإحرامات حق البعثة كاملة، وأعتقد إن لهم إن شاء الله الأجر معنا في هذا الموضوع. جميل، يعني لو تشرح لي بالضبط بعد ما شاف الإحرام وش اللي طلبه بالضبط، وكيف يعني على الأقل تمت هو طلب منه طبعا يقوم بزيارة حق الكعبة المشرفة ومكة، لأنه هو قاعد يشوف التلفزيون صلاة التراويح ويا المشايخ المسديس والشيخ الشريم والجماعة والأفاضل المشايخ اللي ما يسألني احنا، فكان هو يسألنا حتى في الدوحة، ما شاء الله الجو رمضان في الكعبة جو غريب، وهو كان يقول لنا هذا الكلام. سبحان الله، يعني على الأقل نطق الشهادة في حضور. نعم، نعم. في حضوركم أو نعم، لا كنا موجودين متجمعين في اللوبي، وراح قلنا له انه لازم تكون يعني تغتسل وتعلم تطلع الشهادات وتنوي. جميل والله، ولبس احرام ونزل يعني، ونسال الله القبول والثبات في نفس الوقت ان شاء الله. شعوره على الاقل وهو يدخل مكة لاول مره مسلما، والله اعتقد يكون والله الامانه يعني في هذا الوقت احنا كل اللاعبين كانوا مشغولين بالعباده، ولا اعتقد رب العالمين الوحيد اللي كان يعني يدري بهذه الامور والشعور لي بال. طيب انا ابغى من خلالك رساله ايضا الى كل الحقيقه الانديه الخليجيه والادارات، ونشكر يعني اداره نادي الاتحاد ونشكر ادارتك، لانه ما شاء الله تبارك الله استاذ علي، يعني وعيك واهميه حقيقه الدين والتدين في حياه المسلم كبيره ومهمه، انه كيف يتعاملون مع هؤلاء غير المسلمين من المحترفين الذين يفدون سنويا الى ملاعبنا الخليجيه. أنا والله دائما أستشهد يعني سمعت وزير إيطالي مسلم، هو موجود يعني في الحكومة الإيطالية، كان نقول له إن بعد ما أسلم شو وجه رسالة للناس،
فكان هو دائما يذكر هذا الكلام، أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا الدعوة، وإحنا لازم الحين قاعدين نطبقها بمعيشتنا بتعاملنا. ممكن أنت تنقل شخص من حياة إلى حياة بتعامل، جميل، بكلمة بخطوة بسيطة تعملها تأثر عليك تأثير كبير. وأعتقد أن الأخوان صراحة احنا دائما يعني نعتز الاخوان، سواء كانوا في الرياض، الان احنا في الان انا كل مكان، احنا في الرياض عندنا بعد بكره مباراه مع الهلال، اتمنى لكم التوفيق. صراحه دائما اذا نجي السعوديه، ولا هي مجامله، دائما هم اهل واجب واهل كرم، واعتقد انه يكسبون اي شخص يجي في في السعوديه. واعتقد المحترفين يشوفون الحفاوه اللي قاعدين فيها الاخوان في السعوديه، وهذا شيء مش غريب عليهم طبعا، وهذا واجبهم. شكرا جزيلا استاذ علي امين، مدير الكره بنادي ام صلال من الرياض وليس من الدوحه، لانه يبدو ان لديهم ايضا مباراه رياضيه وماراثون رياضي. لكن حقيقه احنا حبينا ننقل هذه الصوره، لانه ايضا في البعد الرياضي وهذا المشهد الجماهيري والتنافس الشديد احيانا والشرس، وقد يكون في بعض الاحيان حتى لا اخلاقي، يعني على الاقل لدى البعض ربما تحدث بعض التوترات، لكن في ظل هذا المشهد اللي نشاهده يوميا وفي كل ساعه وفي كل وقت، هناك مشاهد وإضاءات رائعة جدا. هذا التعامل الإداري المتميز من جانب نادي الاتحاد، تقدم بالإحرامات لكل أعضاء الفريق المسلمين، هذا الجانب المتميز من هذا الفكر حقيقة والفلسفة في إدارة نادي رياضي مثل الأستاذ علي الآن يتحدث أنه الدين هو الحياة، هو كل شيء، والرياضة جزء بسيط، ومن خلال الرياضة يمكن أن تمارس الدعوة الله عز وجل. وهذه دعوة أيضا إلى كل اللاعبين وكل الإداريين وكل الرياضيين لتتحول رياضتنا أيضا باب من أبواب الدعوة الحقيقية. شاهدنا أمس أخونا الشيخ عبد السلام أبو عمر الفرنسي حينما حمل هم الدعوة الله عز وجل، فأيضا الرياضيين والإداريين يمكن أن يحملوا هم الدعوة الله عز وجل مع غير المسلمين، سواء من المحترفين الذين يفيدون إلينا أو مع أيضا الجماهير المسلمة، التي يمكن أن نعيد على الأقل بعض ضبط بعض يعني الإشكاليات وربما التجاوزات، وخصوصا من قبل المراهقين في فترات التشجيع. وهذا حقيقة مسار إيجابي يمكن أن يحمد للإدارات الواعية، ومنهم أخونا الأستاذ علي، نشكره شكر جزيل، ونتمنى حقيقة أن يبارك له، وأيضا لأخينا المسلم.